طيب هنروح مع حضراتكم لسه بنتكلم عن الرياضه، والحقيقه النهارده يمكن كان في خبر موجع لكل محبي النادي الاهلي ومحبي الرياضه المصريه. فقدنا واحد من اهم الداعمين والمساندين والمؤسسين في النادي الاهلي. النهارده كانت وفاه العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي عن عمر ناهز 53 سنه، وهو الحقيقه كان محتجز في المستشفى بقاله عده اسابيع، وكان كان الايام اللي فاتت كل يوم كنا بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار عن وفاته. لكن النهارده شقيقه فاروق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اكد هذه الاخبار بقاء لله. والحقيقه انه زي ما كنت بقول لكم العمري فاروق يعني داعم اساسي وعمود اساسي في النادي الاهلي، متربي في الاهلي ومن اهم الداعمين والمساندين لكل فرقه في النادي الاهلي، مش بس الكوره، هو دايما كان حاضر في كل الماتشات لكل الالعاب، بياخد قرارات دايما في صالح اللعيبه. مكانته كبيره عند كل الاهلاويه وعند كل محبي الرياضه في مصر. البقاء لله طبعا لاهله ولكل محبيه ولكل العاملين بالنادي الاهلي. خلينا ناخد على التليفون الكاتب الصحفي ابراهيم المناسي. مساء الخير على حضرتك والبقاء لله. مساء الخير والبقاء والدوم لله، شكرا جزيلا. طبعا يعني فقدنا واحد من اهم الداعمين والمساندين ل يعني كل لعيبه في النادي الاهلي، زي ما كنت بقول كل الالعاب دايما كنا بنشوفه حاضر في كل الماتشات، ويمكن علشان كده الوجع كبير عليه. البقاء والدوم لله، يعني انا لله وانا اليه راجعون. فقدان الاستاذ العمري فاروق فقد كبير للرياضه المصريه مثل النادي الاهلي بس. صحيح. مش علشان انه وزير سابق للرياضه، لا، الحقيقه العمري فاروق 25 سنه متصله في الحركه الرياضيه والنادي الاهلي. بدايته دخل انتخابات النادي الاهلي تحت السن عام 96 ولم يوفق، ما ابتعدش عن النادي ابدا، دخل لجان الشباب وفضل دايما متفاعل مع النادي وقريب من قضاياه، لغايه لما حاز ثقه الجمعيه العموميه في سنه 2000 كعضو لمجلس الاداره تحت السن، وبعديها انتخب فوق السن وانتخب اخيرا نائب رئيس للنادي مع كابتن محمود الخطيب. والحقيقه يعني مسيره رياضيه واداريه رائعه جدا وناصعه جدا، كان بيدي فيها بكل اخلاص بكل الذكاء بكل الهمه والنشاط. يكفي ان انا اقول لحضرتك انه اللحظات الاخيره للعمري فاروق في الحياه كانت في النادي الاهلي، لانه هو كان يوم بالظبط 2/7 نوفمبر بيحضر لاجتماع المكتب التنفيذي اللي بيتراسه، وفجاه حس بصداع وتعب وسقط ماشي عليه. منذ هذه اللحظه لم يفر، نقل للمستشفى، ظل في المستشفى بالظبط من يوم عيد ميلاده. يعني المفارقه العجيبه انه كان عيد ميلاده 8 نوفمبر، فمن من لحظه سقوطه وهو في المستشفى حتى وفاته المنيه اليوم، وتردى الله وديعته. لكن مسيره اكيد فيها كثير من العطاء، فيها كثير من العمل الاداري اللي يقل في الصعوب، فيها كثير من الاخلاص للنادي الاهلي، لانه رئيس المكتب التنفيذي او نائب رئيس النادي دي مسألة في النادي الأهلي. لما بنتكلم على أربع فروع وأربع مقرات للنادي الأهلي وأجندة رياضية كبيرة جدا، ده يبين لحضرتك حجم النشاط اللي كان بيبذل وحجم المجهود اللي كان بيقدمه. ومسيره زي ما بقول لحضرتك ربع قرن كامل ما ابتعدش عن النادي الاهلي ابدا. صحيح، ودايما كان يعني بيقال انه ظهر وسند للخطيب، والناس كلها بتعتز بيه، رمز كبير من رموز النادي الاهلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي، والبقاء لله في وفاة العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.